السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. كنت قدمت خطبة بواحدة وبعدين دم الزواج، فأبوها كان مبني على جايمة معظم الحياة ما جاتش عندي، معظم الحياة اللي مبني عليها ما جاتش عندي، جابها لي والعربيات بتحمل، وقال لي والله العظيم بتبارك بمرض الله. فأنا مضيت عليها وصورت الجايمة، فبعد كده ببص لقيت الحياة اللي كاتبها حياة كتير ما جاتش عندي، وكاتب الحياة اللي كاتبها بأسعار مش موجودة أصلا، أسعار عالية جدا. فالمهم جه الميعاد الجاي قبل الزواج، الناس اتدخلت وقال لك الشاري ما يبيعش وما ينفعش وخلاص، ودي ورق ما بنكذب مش ليه لازمة والكلام ده. فالمهم دم الدخول بالبنت وكل حاجة، البنت لم تمكنني من نفسيها إلا 4 مرات في 10 أيام، اعترفت ان هي تمكنني من نفسيها، ترفض تقول لي انت ليك مره واحده بس في الاسبوع، وان قلت لها يمين تقول لي شمال مش بتسمع الكلام. فالمهم وبعد كده غلطت فيا، شتمتني وشتمت ام والدتي. عفوا 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 عفوا، انت متزوج من كم يوم يا اخي؟ قعدت معاها 10 ايام. الان يعني متزوج من كم يوم؟ بقالي وقتي 30 يوم شهر. طيب اصبر في الاول كده، بواحده واحده كده يعني يمكن انت غشيم في المعامله شويه يعني ولا حاجه. والله العظيم يا عم الشيخ بعملها معامله اطفال، قسما بالله بعملها معامله اطفال. ما فيش مشكله. طيب جزاك الله. حاول ان هي تستفزني، اقول لها انت هتكلم في حاجات عاديه خالص، تقول لي تقصد كذا وكذا وكذا. يا بنتي انت مالك ومال قصدي؟ انا بتكلم مش اقصد الكلام ده، عامله زي ما اكون داخله معلش انت في حرب. بس خد بالك احنا دلوقتي اصبر يا حبيبي، احنا مودة ورحمة، احنا عايزين نعيش بالمودة والرحمة. طب اصبر اصبر اصبر، انت لسه ما عندك خبرة بالتعامل مع النساء. ألم تقرأ قول الله تعالى ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين؟ ألم تقرأ حديث الرسول ان النساء خلقنا من ضلع والمرأة خلقت من ضلع، وان اوج شيء في الضلع اعلاه؟ انت لسه شهر واحد. تمام ماشي، هي الوقت غلطت فيا انا ووالدتي، والدتي مش موجوده عندي. فالمهم رحت اقول لابوها، ابوها قال لي هات لي بنتي عشان اربيها بعد 10 ايام. وخدها ما رجعهاش. خد بنته ما رجعهاش، راح يرفع الجايمه عليا. احنا كنا جايبين عرفي عشان بنت صغير، فالوقت بده يرجع بنته تاني عشان اما الله اعلم بقى في. طب اسمع اسمع بس، مش نقدر نقول عشان خاطر مثلا عقبال ما تكتب رسمي. طب اسمع الكلام يا اخي بقى، اسمع الكلام خلاص. اتق الله واصلح بينك وبين زوجتك بالحسنى، لا تكن عصبيا ولا منفعلا. كل الموضوع شهر واربع مرات في الاسبوع، ولا اربع مرات في العشر ايام حلوين يعني دلوقتي؟ في العشر ايام. طيب يعني اربع مرات، انت ارضى بالقليل دلوقتي لما الامور تتحسن ان شاء الله. بتحير عليه. السلام عليكم يا حبيبي، خلصنا الله المستعان. يعني كل شيء يا الله.